بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أحداث الفصل الرابع اللي هو المنقذة. انتهت أحداث الفصل اللي فات، إن فخر الدين ابن شيخ الشيوخ انسحب من دمياط، وبانسحاب فخر الدين من دمياط بقت دمياط فارغة. أهل دمياط خرجوا هائمين على وجوههم، الأطفال على الأكتاف يبكون، المرضى يئنون، الشيوخ يتعثرون. وبانسحابه بقت دمياط خالية أو فارغة، وقدر الفرنج إن هم يدخلوا دمياط بمنتهى السهولة بدون أي معركة أو أي قتال يذكر. وبتبدأ أحداث الفصل الرابع إن الفرنج بدأوا يحسوا إن الحلم اللي كانوا بيحلموا بيه بقالهم سنين واتحطم على أبواب مصر عدة مرات، إيه هو الحلم بتاعهم؟ الحلم بتاعهم إن هم يسيطروا على مصر وثرواتها والشرق وخيراته. الحلم ده اللي اتحطم على أبواب مصر عدة مرات، آخرها أيام الملك الكامل لما طردوا من دمياط 615، قبليها على إيد صلاح الدين لما قدر يهزمهم في حطين وطلعهم من بيت المقدس. مستر، هو مال صلاح الدين بمصر؟ صلاح الدين ده كان حاكم الدولة الأيوبية، والدولة الأيوبية كان مقرها الرئيسي في مصر. وهنا انقسم الفرنج إلى قسمين. القسم الأولاني شايف إن العرب هيواجهوهم في معركة قوية ومعركة رهيبة، وإن انسحابهم ده مجرد استعداد لهذه المعركة. والجزء الآخر يرى أن العرب انسحبوا خائفين، وأنهم سيستسلمون كما طلب لويس من نجم الدين في رسالته، الرسالة اللي بعتها في الفصل اللي فات، وطلب منه أن يسلم له الطرايد والشوان وأن يكون نائبا له على مر الأزمان. وبدأوا يتراقصون فرحا ويقولون لنا بيت المقدس وسوف نحقق آمالنا. أما نجم الدين بدأ يتراجع من أشموم طناح لحد ما وصل إلى المنصورة. طبعا كلنا عارفين إن نجم الدين كان رايح أشموم طناح أصلا عشان يبقى قريب من أرض المعركة اللي هي كانت في دمياط. فخر الدين انسحب من دمياط، وبالتالي ما بقاش ليه لازمة إن هو يبقى متواجد في أشموم طناح، فانسحب نجم الدين ونزل وراح إلى المنصورة. وأول لما راح المنصورة نجم الدين بدأ يجدد أسوار قصر المنصورة، زودها بالأستار، نصب عليها المجانيق. قصر المنصورة ده كان مبني أيام الملك الكامل، والواضح جدا كده إن هو كان مهجور. المدينة بدأت تتجدد المباني اللي فيها عشان الناس يسكنوا، أقيمت أسواق، بقى في حركة في المدينة، بدأ المصريين يجوا من كل مكان عشان يتطوعوا للجهاد ضد الفرنج، بدأت الشواني تيجي عليها الرجال والعدد، كل ده استعدادا للمعركة الكبيرة اللي هتحصل مع الفرنج، وطبعا اللي هتكون بعد كده موجودة أو هتحصل المعركة دي في المنطقة. وبينما كان الاستعداد للمعركة قائم في المنصورة على قدم وساق، الجنود بيستعدوا والأسلحة بتجرب، كانت شجر الدر بجوار نجم الدين مقرحة الجفن، مقرحة الجفن يعني عينيها حمراء من كتر البكاء على نجم الدين، بتقول لنفسها الوطن أبقى من الأشخاص، الأشخاص هذا وقتك يا شجر الدر، فأنقذي البلاد من أعداء الله وأعدائها. لأن هي كانت حاسة إن نجم الدين قرب يموت، فمن كتر العياط عليه عينيها كانت حمراء وقالت المقولة دي. وبعد كده بتحاول تمسك نفسها شوية وتمسح دموعها وتطرد الحزن اللي جواها، وبتقول إن دي النهاية المحتومة لكل إنسان كل واحد فينا عارفها وبيحاول يتجاهلها في وسط أحداث الحياة، إنها المحتومة لأي إنسان إن هو هيموت. وهي عايزة تقول إن نجم الدين شخص زيه زي باقي الأشخاص، نهايته الموت والوطن هو الباقي والأشخاص كلهم إلى زوال. وبينما هي كذلك نجم الدين بدأ يهمس لشجر الدر طبعا بصوت واطي من كتر التعب اللي هو كان فيه، وقال لها لا تجزعي يا شجر الدر، يعني لا تحزني يا شجر الدر، وانهضي برسالتك واحمي قلعة الشرق من الطامعين. طبعا قلعة الشرق اللي هي مصر، زي ما احنا قلنا قبل كده ان لويس كان موقن ان مصر هي مفتاح الشرق كله، تمام كده، فهي هتحمي قلعة الشرق اللي هي مصر من الطامعين اللي هم الفرنج او حتى من الامراء اللي عايزين يسيطروا عليها. هنا شجرة الدر تقريبا كانت متأكدة ان نجم الدين نهايته قربت، فأمرت شجرة الدر الا يدخل على نجم الدين سوى كبير الاطباء، واشاعت ان صحة نجم الدين بتتحسن يوم بعد التاني. وبالفعل اللي شجرة الدر كانت حاسة بيه حصل. نجم الدين تلاحقت انفاسه، بيتنفس بسرعه، انطبقت اجفانه، عينه اتقفلت. استدعت شجره الدر الطبيب عشان يبص على نجم الدين بعد اللي حصل له ده. الطبيب دخل على نجم الدين وقال له كده: قضاء الله يا مولاتي، لا يفيد فيه دواء ولا ينفعه طبيب، دبري امرك فقد انتهى كل شيء. يعني قضاء ربنا ان نجم الدين مات.
مش هينفع معاه ولا علاج طبيب ولا اي طبيب هيقدر يرد قضاء ربنا اللي هو الموت. دبري امرك، شوفي انت هتعملي ايه. فقد انتهى كل شيء. طبعا ازدادت الدموع انهمارا على شجرة الدر، بدأت تبكي بكاء شديد على فقدان زوجها، على فقدان نجم الدين. وبعد كده حاولت تتماسك وقالت: الوطن أولى بكل ذرة من تفكيرك، فادخري حزنك حتى تنتهي هذه المعركة، اللي هي المعركة اللي مع الفرنج، بسلام. تدخر حزنها لما بعد المعركة، لحد ما المعركة مع الفرنج تنتهي، وبعد كده تشوف هتعمل ايه مع نجم الدين. وبالفعل كانت وفاة نجم الدين سنة 647 هجريا، 1249 ميلاديا. وبعد وفاة نجم الدين عملت شجر الدر اجتماع. طبعا كان الموجود فيه شجر الدر الطواشي جمال الدين محسن، ده الحارس الكبير بتاع نجم الدين او كبير الحراس بتاع نجم الدين، والطبيب وفخر الدين. شجر الدر يا جماعه في الاجتماع ده هتبدأ تسأل نفسها اسئله، وهي اللي هتجاوب عليها. الاسئله دي هي بتتوقع الناس هيسألوا في ايه، وهي بتجاوب، يعني بتقول للناس اللي موجودين ايه الاجابات اللي هيقولوها للناس. اول سؤال سألت شجره الدر، وهتسأله طبعا كذا مره بعد كده: هل مات السلطان؟ لا، لم يمت، ولا يزال في فراشه، تزيله العله، يعني تفارقه العله يوما بعد يوم، واوشك ان يتماثل للشفاء. طبعا اللي قاعدين في الاجتماع مش فاهمين، قاعدين بيبصوا لبعض، هي بتسأل وبتجاوب: لا، لم يمت، لسه في فراشه، تزيله العله يوما بعد يوم، وقد اوشك ان يتماثل للشفاء. لكن من قائد الجيش؟ هي برضه اللي بتسأل، وهي اللي هتجاوب. بتقول: قائد الجيش هو فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. مستر، هو مش فخر الدين ده كان معتقل، او نجم الدين قدمه للمحاكمه بتهمه الفرار من ميدان القتال؟ في قصه كده طويله، في الاخر النهايه يعني ان فخر الدين عفو عنه. وشجره الدر كانت شايفه ان فخر الدين الخطا اللي هو عمله في دمياط وانسحابه من دمياط ما كانش خيانه، ده كان مجرد سوء تقدير، واعماله اللي قبل كده تشفع له. فطلبت ان هم يسامحوا فخر الدين، وبالفعل عفي عنه، وكلف فخر الدين بقياده الجيش اللي هيواجه الفرنج بعد كده. وبتكمل شجر الدر اسئلتها وبتقول كده: ومن السلطان؟ السلطان هو توران شاه، انه السلطان وابن السلطان ووارث الملك. توران شاه السلطان، معنى كان نجم الدين مات؟ قال لي لا. شجر الدر كانت استقرت ان هي هتبعت تجيب توران شاه من حصن كيفه، بالرغم من علمها بطيشه، جماعه كان اعتبروه كده كان زي العادل، عشان ما تسيبش باب للفرقه حتى تنتهي هذه المعركه. يعني من الاخر حد يبقى موجود صوره كده عشان الامراء اللي طمعانين في السلطه ما يتحاربوش على السلطه، باعتبار ان توران شاه هو ولي العهد. يعني ايه ولي العهد يا مستر؟ يعني نجم الدين وصاله قبل ما يموت ان هو يبقى ولي العهد بتاعه، فبالتالي لو نجم الدين مات يبقى ولي العهد هو اللي هيتولى الحكم، وبالتالي الامراء مش هيتفرقوا ومش هيتنازعوا على الملك لحد ما شجر الدر هتعدي المعركه. وبعد كده هنشوف الاحداث بعد كده قدام ان امراء المماليك هيقتلوا توران شاه ده بموافقه شجر الدر. وبعد كده قالت لفخر الدين: اما انت يا فخر الدين فاجمع الامراء والجنود وبلغهم تحية السلطان، على أساس نجم الدين طبعا لسه عايش، وأوامره. وأكيد أكبر الأوامر دي إن توران شاه هو بقى ولي العهد، وإن فخر الدين هو بقى قائد الجيش. وقالت له يكتب إلى الأمير حسام الدين، الأمير حسام الدين ده اللي هو حاكم القاهرة اللي إحنا جبنا سيرته قبل كده، اللي كان بدأ يعد الجنود في جبل اسمه جبل يشكر. قالت له اكتب إلى الأمير حسام الدين وبلغه بالأوامر اللي هي المفروض ان امرها نجم الدين، ويأخذ العهد على توران شاه من كبار رجال الدولة ويدعى له على المنابر. يعني توران شاه كل الامراء الايوبيين هيوافقوا، هيبيعوه ان هو اللي هيبقى ولي العهد، وهيدعى له على المنابر بعد نجم الدين، زي ما قلنا قبل كده ان قطع الدعاء للصالح اسماعيل لما عز الدين بعد السلام قطع له الدعاء على المنبر. فهيدعى الاول لنجم الدين على المنبر، وبعد كده هيدعى لتوران شاه على المنبر، طبعا بصفته ولي العهد. وشجر الدر بتكمل اسئلتها وتسال تاني: هل مات السلطان؟ لا، لم يمت، سيظل الصماد. الصماد ده يا جماعه حاجه بيتحط عليها الطعام، اللي الطعام اللي بيخش على نجم الدين هيفضل بيخش ويطلع على نجم الدين زي ما نجم الدين كان عايش بالظبط. الطبيب هيفضل يدخل ويخرج على نجم الدين كما كان، او كما لو كان نجم الدين على قيد الحياه. الاوراق
هتفضل هتدخل وهتطلع مختومة ومتوقعة بتوقيع نجم الدين، وكانت شجرة الدر مجهزة اللي هيقلد توقيع نجم الدين عشان محدش يحس خالص ان هو مات. وقالت لهم اما السلطان اللي هو طبعا نجم الدين سيغسل ويحنط ويكفن بيد الطبيب وحده، الطبيب هيغسله ويحنطه ويكفنه وهيحطه في صندوق، الصندوق ده هيرسل في حراقة، دي سفينة كانت معروفة بإطلاق النيران، إلى جزيرة الروضة. تمام كده، محدش من الجنود ولا اللي شايلين الصندوق ولا اللي هيقودوا السفينة ولا اللي هيدخلوا الصندوق جوه قلعة الروضة اللي هي موجودة في جزيرة الروضة مش عارف إيه اللي جوه الصندوق. قالت لهم بقى كده أما تكريم السلطان سيكون في جهاد الأعداء، انتوا لو عايزين تكرموا السلطان بجد هتجاهدوا الاعداء اللي هم الفرنج اللي هم موجودين في دمياط دلوقتي وعايزين يكملوا ويسيطروا على مصر كلها، مش في حاجتين، ولا في البكاء عليه، يعني مش تكريم السلطان مش في ان احنا نعيط عليه، ولا ان احنا نعمل له جنازه هيمشي فيها اللي كارهين في نجم الدين واللي شمتانين في موته غصب عنه، لان ده السلطان ومحدش يقدر ما يطلعش في الجنازه. وقالت لهم شجره الدر ان هم قدامهم حاجه من اتنين، يا اما يذيعوا خبر موت نجم الدين وده هيبقى ليه تاثير سلبي على الجنود المصريين وتاثير ايجابي على الفرنج. التاثير السلبي اللي على الجنود المصريين عزيمه الجند هتضعف، الجنود هيبداوا يتفرقوا عشان السلطان والحاكم بتاعهم مات، والفرنج في نفس الوقت هتقوى عزيمتهم او هيقووا لموت نجم الدين وهيقدروا وعزيمتهم وروحهم المعنويه هتبقى مرتفعه في حربهم مع المصريين. والحل الثاني ان هم يكتموا الخبر، ولو قدروا ان هم يكتموا الخبر ده لوقت كبير ده هيبقى احد عوامل النصر او احد اكبر عوامل النصر. لحد يا جماعه ما طالت مده غياب نجم الدين، بقاله فترة ما بيظهرش، محدش بيشوفه، محدش بيخش له ولا بيطلع عليه، بدأ الناس المتطلعين للسلطة اللي هم نفسهم يحكموا من الأمراء يدخلوا حد يعرف لهم الأخبار. الفرنج بدأوا يتشممون الأخبار، ومع مرور الوقت تسرب خبر وفاة نجم الدين وأمر وصدرت الأوامر للفرنج بالتحرك ناحية المنصورة بعد تسرب خبر وفاة نجم الدين.